هتفضل قلقان ومضطرب ونفسيتك متدمرة ونقصك حاجة طول ما انت بعيد عن ربنا، حتى لو انت اظهرت عكس ده، ومش هترتاح ونفسك تهدأ كده غير لما تقرب منه سبحانه وتعالى. اللي خلقك وخلق روحك وخلق نفسك هو اللي بيقول كده: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ ربنا عز وجل بيقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. ولعل الفيديو ده رسالة ليك إنك ترجع. فمن تهيأت له أسباب القرب من الله فأعرض عنها فلا يلومن إلا نفسه. ربنا عز وجل بيقول: يا صاحبي، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خلي بالك، لربنا عز وجل يحول بينك وبين قلبك. لما تجيلك الفرصة امسك فيها، إذا هبت رياحك فاغتنمها. وإحنا في موسم طاعة الأجور فيه مضاعفة، ففرصة أنك تلف وشك عن طريق الضنك ده والبعد عن ربنا وترجع تاني لربك علشان نفسك تهدأ وتطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم.